بس في كل الاحوال اكيد كده كده الالقاب القاريه ليها رونقها وليها طبعا هيبتها وليها طبعا خصوصيتها وليها وضعها. لما نبقى احنا الفريق الوحيد اللي في العالم اللي ماشي شبه راس براس مع ريال حاجة مدريد في جميلة. الحصول على لقب الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه، بتشوفوا الحكايه دي ازاي؟ كلام حضرتك طبعا كلام سليم جدا، بدليل ان احنا حاصلين على 11 مره بطوله دوري الابطال، وما بتجيش بالصدفه. يعني انا توقعت قبل الماتش ان احنا ان شاء الله هناخد البطوله، وكان توقعي مبني على عده عوامل. اولا النادي الاهلي اداؤه في المباراه الاولى كان اداء بطولي من اللعيبه بشكل كبير جدا. لما حضرتك تيجي نروح لحته بدايه يعني في التشكيل، لما نقول مصطفى شوبير لما يجي الحارس رقم 3 يلعب اكيد ويؤدي المستوى ده، اكيد ان هو متجهز بشكل كويس جدا. فقيس على كده التيم ككل، لما يبقى الحارس رقم 3 متجهز نفسيا وبدنيا بالشكل دوت، يبقى قيس بقيه التيم عامل ازاي. طبعا الجون اللي جه فينا وضع طبيعي، ان انت بتلعب وبتهاجم وعاوز تجيب الجون الثالث، ممكن يحصل اخطاء، وضع طبيعي، اي حاجه ممكن يحصل فيها اخطاء. لكن ما كانش عندي شك حتى لما جه فينا الجون هناك ان احنا مش هناخد البطوله. ليه؟ لان اداء الفرقه الشوط الثاني اتغير بشكل كبير جدا. مستر كولر حاطط ايده على مفاتيح الفرقه بشكل كويس، اوضه اللبس منضبطه بشكل كويس. ده تشوف حضرتك في طبعا في الفرحه بعد المباراه لما الشناوي يدي ميداليته لمصطفى شوبير، رائعه طبعا. دي تقول لك ان اوضه اللبس جواها في ايه. المدير الفني اللي دايما معاه مفتاح اوضه اللبس دايما، يعني الفرقه دي رايحه في اتجاه سليم دايما دايما. حضرتك لما بتبقى مسيطر على اوضه اللبس وشكل التيم منظم بالشكل ده، لما تشوف نمبر 1 في النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ما يطلعش على منصه التتويج ويودي كابتن حسام غالي، معناها ايه؟ معناها ان في نظام وفي سيستم ماشي. انا رئيس النادي لكن هو رئيس البعثه، هو اللي يطلع يسلم. هو ده الفرق بين النادي الاهلي وبين اي فرقه تانية. لكن في عوامل تانية فنيه بقى نقدر نتكلم فيها طبعا مع في خلال الحلقه، لكن انا بتكلم كسيستم عام للنادي الاهلي. ما كانش عندي شك ان النادي الاهلي هياخد البطوله. في عوامل تانية بقى زي الوداد وصل 6 مرات للنهائي، دايما المره الاولى بياخد البطوله، المره الثانيه ما ياخدش البطوله. احنا ماشيين كده، حتى كان في شويه كوميكس اتعملت على السوشيال ميديا اللي هو ها دورنا بقى المره. ايوه بالظبط كده. ايوه بالظبط كده. فانا كان عندي لقاء قبل الماتش بيوم في احد القنوات، فقلت لهم ان شاء الله احنا واخدين البطوله دورنا. ده يعني بيزد على الواحد مره ومره. يا باشا تيم بونج بشكل فظيع. لما تيجي حضرتك تتكلم كده، وبعدين النادي الاهلي دايما في المواقف الصعبه بيبان البلس 90 دايما. فاحنا دلوقتي كان دور الماتش دوت ان احنا لما جه فينا جون في المباراه الاولى، فخلاص البلس 90 هيجي في المباراه الثانيه. يعني رجاله النادي الاهلي بتظهر في الازمات طبعا. حتى الفرحه بتاعتهم ممتعه، يعني تحب تتفرج عليها كتير من كتر دمهم خفيف كمان. دم الخفيف زي ما حضرتك قلت، وكابتن قال يعني الدم خفيف والاجواء جميله فطبعا يعني النادي الاهلي ادى مباراه يعني رائعه. لكن هو الحاجه الوحيده اللي ما كانتش عجباني كان الحكم بصراحه.